ورق الاختراع بلغات البلدي بصراحه لانه مكلف واحنا لسه بعدنا في بدايه الطريق. تحطون كل الوسائل الورشة تأتي من ضمن الورش اللي بتمولها لجنة الانتخابات المركزية مع مؤسسات المجتمع المحلي من أجل زيادة رقعة الوعي الانتخابي والثقافة الانتخابية لدى جمهور الناخب الفلسطيني. من ضمن هذه المؤسسات مؤسسة تمكين اللي هي عملت ورشة اليوم مع الإغاثة الزراعية بوجود الاتحاد العام لذوي الإعاقات من شرح إجراءات العملية الانتخابية، هذا أولا. اثنين، دور المعاق من حقه شو اللي له وشو اللي عليه في العملية الانتخابية المقبلة. شيء الإجراءات اللي ضمنتها لجنة الانتخابات المركزية من أجل مشاركة ذوي الحاجات الخاصة في الانتخابات، بالإضافة لدور الاتحاد العام للمعاقين والمعاقين أنفسهم يعني ذوي الحاجات الخاصة، كيف ممكن هم يضغطوا كوحدة ضغط لتشكيل قائمة أو أنهم يدخلوا ضمن قوائم انتخابية. هدف منه هو إشراك أصحاب ذوي الإعاقة في الحياة السياسية بشكل عام، خاصة أننا نحن موجهين على عرس ديمقراطي انتخابي في الفترة القادمة. نحن ندعم وبقوة إشراك أصحاب ذوي الإعاقة، ليس ككوتي كما يفعلون في بعض ما كالنساء. نحن ندعمهم كإشراكهم في القوائم لتلبية احتياجات أصحاب ذوي الإعاقة المختلفين، سواء كانوا حركيا بصريا سمعيا، كل أصحاب ذوي الإعاقة. زائد أنه نحن كمؤسسة أهلية وكمنظمة أهلية موجودة في فلسطين ندعم إشراكهم، ونحن نشركهم في مؤسستنا في الكثير من الأمور، ونتعاون مع كافة الاتحادات والمؤسسات التي تخص أصحاب ذوي الإعاقة. كممثل للاتحاد المعاقين ومع الإخوة الموجودة أمامنا، نشرح كيف أنه نمكن المعاق من يكون موجود على الساحة السياسية وموجود ضمن التخطيط المتقن للمعاق، إن يكون له دور فعال لا يهمش ولا يستجدي احتياجاته.